اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الاكل النهارده صحي، واحنا عايزين نوصل لهدف، والمعلومه غير معلومه ان بالمقادير اللي موجوده في الثلاجه والحاجات اللي موجوده في مطبخك تقدر تحولي الاكله لاكل صحي هيلسي، لان الصحه تاج على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. الصورة على الشاشة في مكونات لطيفة وجميلة، بداية من البروكلي الجميل اللي دايما بيكون عنوان صيدلية دكتور التغذية أو العيادة التغذية. تاكل بروكلي، تشرب شوربة البروكلي، البروكلي سوتيه، احنا الكلام ده كله أي نعم أوكي، بس تعال نعمل البروكلي النهاردة بمدرسة المغازي مع الوايت سوس والجبنة. هتقولي لي الوايت سوس يعني حليب ودقيق، إيه المشكلة لما أنا أستخدم الحليب قليل الدسم مع معلتين من الدقيق ونعمل الجبنة الشيدر بتاعتنا ويبقى البروكلي معانا بدل ما هي بنسبة 90% هيلسي نخليها بنسبة 50%. معانا لحمة مفرومة من أمس، أكلة كنا بنعملها معروفة داوود باشا بدبس الرمان، هنكملها مع بعض النهاردة ونشوف تفاصيل عمل دبس الرمان بطريقة الشيف المغازي والطعم والفليفر. معانا سلطة طماطم لطيفة وجميلة، هنعملها بزيت زيتون وتوم. كلنا عارفين التوم من الضرنيات زي الجنزبيل زي البصل، بيعلي طبعا بيخلصنا من الكوليسترول وبينشط الدورة الدموية في كل أجزاء الجسم. نيجي للبطاطا الحلوة بقى اللي أنا بحبها، نقدر ناكلها مشوية ناكلها مسلوقة، فتعالوا النهاردة نعملها مع جوز الهند. كلنا عارفين جوز الهند المبشور قيمته الغذائية عالية جدا بالزيوت اللي موجودة فيه. تعالوا نعمل البطاطا الحلوة النهاردة بجوز الهند. هنعملها بقى مالية، هنعملها مشوية، هنعملها سوتيه، التفاصيل جوه الحلقة بتاعتنا. أنا عايز أقول لحضراتكم النهاردة الأكل بتاعنا هيلسي صحي بنسبة تقريبا 90% 80%، وده حاجة كويسة إن يكون عندك يوم في الأسبوع أكل صحي وتكتبي على باب التلاجة كده النهاردة يا أولاد الأكل صحي، فلازم نقبل الطعم والشكل بنفس الطريقة. أستاذن حضراتكم ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، أو تروحوا وجاي تتابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وتفاصيل حلقة النهاردة وعنوانها الأكل صحي والوقاية خير من العلاج. يعني ايه المشكلة لما يكون عندي يوم في الأسبوع أكل صحي؟ مع مرور الأيام ومرور الزمن أكيد لا هيبقى عندنا كوليسترول زيادة ولا هيبقى عندنا دهون موجودة في الأكل بتاعنا. أي كان نوع اللحمة اللي بنشتريها الخضار بتاعنا نكون حريصين يبقى يوم في الأسبوع هيلسي. هنبدأ طبعا دلوقتي بمقادير البروكلي. ازاي نعمل البروكلي بالصورة الحلوة اللي بتتكلم مصري؟ ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده؟ بروكلي لطيف بيجي في المواسم الشتوية، بيبقى متواجد في السوق بكثرة، سعره في متناول الجميع، يعني زيه زي الأرنبيط، بس الفرق بين ده أخضر والتاني زهرة اللي هو البيضة الأرنبيط اللي احنا عارفينه، ولكن الطعم مختلف طبعا بالتأكيد. يعني البروكلي معانا ومعانا جبنة شيدر، معانا في المقادير كمان بصلاية ناعمة، فص ثوم، معلقتين دقيق أو ثلاث معالق صغيرين، مع حليب قليل الدسم او من السوبر ماركت بتكون الدسمه بتاعته قليله، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه جوزة الطيب. للامانه جوزة الطيب ليه مغازة علشان يبقى شويه فيه ايه طعم. مدرسه عمل البروكلي كالاتي، بنتسال على السوشيال ميديا دايما البروكلي يا شيف مغازي معانا بيسود، بنشوفه في بعض المطاعم واحنا قاعدين بناكل فراخ مشويه او فراخ مشويه او بيكاتا بيبقى لونه اخضر، الخضار ده بيجي منين؟ هل هي خبرة طهوية ولا في مثلا التركاية لازم تقول لنا عليها؟ الطبيعي ان انا هقول لك دلوقتي ازاي تحافظ على لون البروكلي يبقى لونه اخضر. طاسة على النار، الطاسة دي طبعا موجودة معانا لازم تكون شديدة الحرارة بالشكل ده كده، بحط فيها معلقتين زيت صغيرين من زيت الزيتون بالشكل ده كده. انا عايز ادي للبروكلي ده طعم لانه دايما متهم برضو ان هو بيبقى حاجة مسلوقة كده مش لطيف في الطعم بتاعه. فهنجيب الطعم ده ازاي؟ هنعمله طبعا احنا جراتان مع جبنه، بناخد البصلايه نحمرها كده صغيره، بصلايه صغيره بالشكل ده كده. طبيعي ان الجراتان يعني زعتر يعني روزماري يعني ريحان، الحاجات دي فليفر لطيفه مع الطعم والتست. معانا شويه زعتر حلوين، الريحه بتبقى حلوه، مفيش ريحه بصل في قلب البيت خلي بالك. فص ثوم، الله التوم مفيش منه مشاكل، بس انصحك طبعا تستخدمي التوم الطازه طالما الاكل صحي واكل هيلسي وبتعملي اكل صحي في الاسبوع يوم يومين ثلاثه. على فكره لما يعجبك الاكل الصحي بدل ما بتعملي يوم هتعملي اثنين وثلاثه.
لان هي نفس الفكره، بس انت بتقللي الدهون في الاكل، بتقللي الدسامه. يعني لو بتعملي رز معمر مثلا او الرز المدسوس بتاعنا بلاش هالقشطه، ايه المشكله؟ يوم في الاسبوع بلاش قشطه، مره نعمل في الشهر ده رز معمر بالقشطه، للشهر اللي فات نعملها مثلا بالحليب بس كفايه، مفيش اي مشكله يعني. خلي بالك الرز بتاعنا المصري مفيش منه اي مشكله، اللي يقول لك الرز بيتخن والكلام ده كله بالعكس، الرز كربوهيدرات يعني نشويات، ولكن احنا لازم نستخدمه صح ونتعامل معاه بطريقه صحيه كويسه علشان نتخلص من الكربوهيدرات بتاعته والنشويات بتاعته. بصلايه اتحمرت خدت لون بالشكل ده كده حلو قوي، ما خلاهاش تاخد لون علشان ما تسودش الوايت صوص بتاعي اللي هو البشاميل الخفيف اللي احنا هنعمله دلوقتي مع بعض. وصلنا لدرجه الاحمرار من البصل ده كده، بناخد البروكلي بتاعنا. ازاي نغسل البروكلي يا ابو غازي؟ البروكلي ده طبعا بيتجاب، الله اللهم صل على النبي، اهو التقطيعه دي مطلوبه معانا، واحده سليمه وواحده مقطعينها جاهزه هي زي الفل. انا عايز اللون الاخضر يا ابو غازي لخص في الموضوع، نصبر على بعض دقائق معدوده دلوقتي. حاضر عينيا، هنحط شويه ملح بالشكل ده كده اهو. وجود الملح مع الماء المغلي في حال تسويه البروكلي بيساعد على خضاره بالشكل ده كده. يلا اهو هو ده بس خلاص، وهنغطي الحله بتاعتنا، لازم تغطيها يا ست الكل. البروكلي من الحاجات القيمه الغذائيه بتاعته اساسي طبعا، بيعالج مشاكل الامساك لانه الياف طبيعيه جميله جدا، مفيش منه مشاكل خالص، مش زي الارنبيط ممكن يعمل لنا تضخم في القولون، مشاكل مع القولون، انتفاخات، الحاجات دي كلها. البروكلي بريء من الموضوع ده. شايف الخضار واللون الجميل ده كده؟ طبعا الصوره على الشاشه بتتكلم لوحدها، حلو الكلام. البروكلي طبعا مضادات اكسده عاليه جدا اهو، بينقي الجهاز الهضمي اهو. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ هنغطيه كده، يلا دقائق معدوده بتلاقي البروكلي ده استوى، البروكلي كده خلص. تعالوا نعمل مع بعض الوايت صوص بتاعنا بتاع الايه؟ الاكله بتاعتنا، عباره عن شويه دقيق صغيرين مع معلقتين من الزيت. انا بعلمك ازاي تعملي اكله بطريقه صحيه، يا نعم. عينيا، حاضر. حلو قوي. البشاميل انواع، في منه التقيل وفي منه الخفيف. في حاله لما تعملي البشاميل التقيل لازم تحط في الاعتبار هنا بيكون طبعا خضار. ليه يا عم الشيف؟ لان الخضار بيدينا سوائل، والسوائل دي بتخفف من البشاميل بتاعنا. تقدري تعمليه خفيف في حاله لما تعمليه مع انواع من الباستا زي المكرونه، زي اللازانيا، الحاجات دي كلها. انا حطيت معلقتين من زيت الزيتون، بحط شويه دقيق صغيرين كده وهقلب دول كده مع بعض. بتروحي على السوبر ماركت في زبادي تبقى الدسامه بتاعته قليله. طبعا الشركه بتكتب بيقول لك في زبادي في البترينا اهوت ده دايت وزبادي مش دايت، عادي نسبه الدسامه بتاعته بتبقى مكتوبه على العلبه، وبيبقى مكتوب ده لايت او غير لايت. حلو الكلام. اه شويه البشاميل دول مطلوبين معانا، حليب اهوت زي الفل، بنستعين بشويه شوربه من عندنا. يفضل الشوربه دي مش شوربه فراخ ولا لحمه ولا سمك، بوكي جرنيه على النار من الجزر والكرفس والبصل والثوم. نستفيد بشويه شوربه كده من الخضار بتاعنا ده كده اهو. ايه الحلاوه دي؟ اه حولت الميه لشوربه خضار بالشكل ده كده اه، وتسيبها تغلى على النار، تستفيدي بطعم الكرفس، طعم الجزر، طعم البصل، طعم التوابل اللي هو الحبهان، القرنفل، كل ده مع بعض. حاضر يا غالي، عايز اشوف البروكلي ها؟ انا عارف مشتاق. ايه الحلاوه دي؟ شوف، انا عايز بالله عليك تقارن ما بين الصوره من واقع الخيال وواقع الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، دي من عند الراجل الفكهاني، والصوره اللي موجوده على عين البوتاجاز اللي في قلب الطاسه، ايهما الخضار بتاعه حلو؟ اه ايه سر خضار البروكلي ده؟ هي رشه الملح على البروكلي مع الماء المغلي. اه تسلوه سبانخ، رشه ملح مع الماء المغلي. بتسلوه بروكلي، رشه ملح مع الماء المغلي. بتسلوه فاصوليا خضراء عايزه تعمليها سلطه، رشه ملح مع الماء المغلي. اذا المعلومه الغير معلومه بتقول لك ايه؟ وضع الماء، وضع الملح للماء المغلي في حاله سلق الخضار
بيساعد على نضارته ولونه وخضاره. ننزل بالحليب بتاعنا الجميل اهو يا ويلي العب ونقلب. ده الوايت صوص بتاعنا بطريقه لطيفه وجميله اهو طلع معايا. كل ما يتعرض لدرجه حراره كل ما يديك قوام. شويه جوزه الطيب، انا بحب جوزه الطيب مع الوايت صوص بالشكل ده كده. في منها بتتجاب من عند العطار مبشوره، وفي بتتجاب سليمه تبشريها، تبقى في كده عند الراجل بتاع الادوات المنزليه مبشره صغيره لجوزه الطيب. بدا يبقى فيه قوام اهوت، بس خلاص زي الفل. بستعين بشويه شوربه من الخضار، ما انت كده كده هتحط ميه مغليه، ايه المشكله لو انت جبتي حله وحطيتي فيها كرفس بالشكل ده كده اهو، اصبح عندك فليفر وطعم لطيف وجميل. ونقلب كده يا عم الشيف، واصبح ان الاكل بتاعي صح. بس اهم حاجه انك تكوني داخله المطبخ نيتك من جوه انك تعملي اكل صح. دي المدرسه اللي انا عايزها. داخله تعملي كبسه تعملها صح. ازاي يا ابو غازي الكبسه نعملها صحيه؟ طبيعي، هتجيب اللحمه نسبه الدهون فيها قليله. بمناسبه اللحمه ونسبه الدهون والدسامه، عايزين نعرف مع بعض والساده المشاهدين اللي لازم يركزوا في الموضوع ده، ايه الفرق بين اللحمه المفرومه لما تقولي للجزار انا عايزه فيها شويه دسامه او حته ملبسه، وايه اللحمه الهبره الحمراء اللي ما فيهاش دهون؟ هل دي استخدامات واحده؟ لا طبعا. اللحمه اللي فيها دسامه رغيف حواوشي مش هتقول لا، شويه جلاش كده ما بين الجلاش وبعضه مش هتقول لا، بتعمليها كفته مش هتقول لا عشان لازم طبعا تبقى فيها شويه دسامه، بتعملي مكرونه بالبشاميل لازانيا مش هتقول لا، وهكذا. بتعملي داوود باشا مش هتقول لا. اما لما نيجي نعمل كبيبه لازم تكون خاليه من الدهون، عشان كده اخواننا السوريين يقول لك لحمه هبره، هبره جايه يعني حمراء ما فيهاش اي دهون. بتعملي برجر، هنا الاختيار بقى، البرجر هتدخلي معاه ايه؟ صويا اللي هي الصويا الباودر لازم تشيل الدهون منه هنا، لان الصويا هتحل مكان الدهون. هتعملي برجر بس من غير اي اضافات لا بقسماط ولا صويا ولا الحاجات اللي احنا عارفينها، بتضيفي طبعا فيها نسبه دهون عشان تديكي قوام للحمه بتاعتك. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ البروكلي جاهز، نجيب الكسرولة للتقديم بتاعنا. كده خلصنا من اكله كلنا عارفينها، نبدا نحط كده الكسرولة. اللهم صل على النبي بالشكل ده كده، وناخد البروكلي بتاعنا اللطيف ده كده اهو. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، هو ده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ دي كده اكله على فكره، كده نقدر ان احنا نثبتها نوع من انواع السلطه. لطيف وجميل. عصره ليمون كده لطيفه بعد ما يبرد. اوعى تحطي الليمون على الخضار بتاعك هو سخن، سواء سبانخ سواء بروكلي الحاجات دي كلها. اللهم صل على النبي. عندي جبنه، بنحط الجبنه على البروكلي كده وهو سخن. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ الطبق ده على فكره تعظيم سلام له، صحي من الدرجه الاولى، يعني بنسبه 90%. عندنا الوايت صوص بتاعنا، بص على الحلاوه، بص على الجمال، صلي على الحبيب قلبك يطيب. خلصت الاكله بتاعتي. زي الفل. تمام، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ جراتان. ليه سميه جراتان؟ لان بياخد وايت صوص وجبنه وزعتر. الحله مكان الوايت صوص. حلو الكلام؟ هننزل يا عم الشيف بشويه جبنه. الله، ايه الحلاوه دي؟ درجه حراره الفرن عندي 180. ركزي في الموضوع ده مطلوب، خلي بالك ما تحطيش فرن بارد، لازم الفرن يكون سخن مسبقا كانك بتعملي كيكه. الرشه الجريئه من الزعتر كالعاده هنا على الوش. الاكله بمكوناتها باضافاتها اعتقد ان فيها كل حاجه، فيها البروتين النباتي، فيها البروتين الحيواني، فيها كل حاجه، فيها الكالسيوم، فيها المعادن، فيها الالياف، فيها البروكلي. نعم يا غالي. الله عليك، الله عليك، تعال اشتغل مكاني. ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه الصوره اللي بتسبق الحديث ده؟ وكالعاده الصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى تعني مليون كلمه. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بيسالوني على السوشيال ميديا، وبعد يعني الناس حبايبي لما انا بكون بتسوق بيسالوني المشاهدين والمعجبين
واللي بيحبوا برنامج أكلة أمي واللي بيحبوا التلفزيون المصري واقول لك يا شيف بتمتعنا كل يوم على شاشة القناة الأولى. الحلة دي معاك كل يوم، ما هي تفاصيل ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه الحلاوة دي يا شباب؟ شكر خاص لكل فريق العمل. الحلة دي فيها كل حاجة، الحلة دي بتاعت أمي. زمان لما كانش فيه مكسبات طعم نشتريها من السوبر ماركت وتلاقي أكلك زي أكل الجيران، بيجي من شوية شوربة بتخدمي عليهم كويس، بتسلقي بطاية حلوة، عندك فرخة حلوة بتحطي معاها جزر، إيه الصورة الحلوة دي؟ كرفس، بصل، توم، فصين توم حلوين بقشرهم حطيهم على مسؤوليتك، بصلاية اغسلها حلوة وحطها بقشرتها، حبيت بروكلي كانت معايا سلقتها حطيتها، كل ده بيديكي في الآخر بوكيه جرنيه لطيف وجميل يشارك في صينية بطاطس بتعمليها. هنعمل دلوقتي مع بعض صلصة جميلة اللي هي صلصة دبس الرمان لكفتة داوود باشا، عملناها مع بعض امبارح. اللحمة المفرومة مقاديرها على الشاشة بعد إذنك يا سوزان رحاب. السادة المشاهدين عايزين نكمل مع بعض داوود باشا مع دبس الرمان، بصلاية ناعمة، فص توم ناعم، لحمة مفرومة الدسامة فيها بنسبة تقريبا 10% 20% حسب علاقتك بالجزار الراجل الطيب. لولا يا حاج ربنا يوعدك بزيارة النبي. ومعانا مكعبين من الزبدة وزيت زيتون مع دبس الرمان والطحينة، حلو قوي كلام، حلو قوي. احنا امبارح مع بعض عشان المصداقية شعارنا على شاشة التلفزيون المصري، عملنا الكفتة الجميلة اللطيفة الحلوة وجبنا اللحم خلطناه بقليل من الدقيق مع البهارات بتاعتنا اللطيفة اللي هو الملح والفلفل والبابريكا، وطبعا حطينا مع التوابل دي كلها معلقة معجون طماطم أو فلفلة حلوة، وعملناها داوود باشا بالشكل ده كده ودخلناها الفرن. حلو الكلام عشان نبقى واضحين مع بعض. أنا عملت صلصة دبس الرمان، هعملها تاني من جديد لأن دي عايز أعملها مع حضراتكم، لأن لما تعمليها تقدري تدخليها في حاجات كتير قوي، تعمليها مع سمك، تعمليها مع فراخ، تعمليها مع لحمة حسب الرغبة، تعمليها مع خضار زي ما أنت عايز. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي بمكونات ثلاثة، إيه هما؟ دبس الرمان وطحينة ومعجون طماطم وبصل وتوم. نعملها مع بعض إزاي يا شيف؟ والكل بيتساءل دي نستخدمها إزاي ونعملها إزاي؟ بنحط في الطاسة بتاعتنا شديدة الحرارة معلقتين من زيت الزيتون. انت بتعمل اكل هيلس النهارده يا شيف يبقى انا هرفع ايدي من الزبده بس على طول بتكلم، اهو امبارح كنت بستخدمها النهارده مش هستخدمها. اهو ده المطبخ. ونحط البصلية بتاعتنا، والبصلية بتتحمر بنحط عليها شويه بهارات من البهارات بتاعتنا، الزعتر بيرحم عينينا من ريحه البصل. حلو، سؤال لطيف والله. نقدر نشيل الكفته دي في الفريزر ونعمل لها صوص ونطلعها؟ هي مش تبقى حلوه، ايه المشكله لما نعملها طازه؟ لان اللحم طبعا لما بيستوي ندخله الفريزر ونطلعه تاني بالتاكيد بيبقى فيه بكتيريا ضاره وبكتيريا نافعه والموضوع ما بيبقاش لطيف، هي مش بتاخد وقت كبير ولا حاجه، ولكن اذا الامر يستدعي بنشتغل نشيلها في الفريزر مش اقل من اسبوع مثلا ولا 3 4 ايام ونطلعها تاني ونستخدمها. ادي البصلايه الناعمه لطيفه وجميله، فص توم لطيف وحلو كده، نزود تاني شوية زيت زيتون، مع إن أنا دايما مدرسة المغازي بتقول إضافة الزبدة للزيت بيساعد على إحمرار البصلة والتومة. هنا بقى بلاش هالقاعدة دي عشان بعمل أكل صحي، فبقدر الإمكان أهرب من السمنة أهرب من الزبدة، ويبقى بالي طويل شوية على البصلية والتومة تاخد لون مع البهارات الحلوة. نعم يا غالي، عينيا، حاضر، عايز أشوف الفرن فيه إيه. والله جيت في وقتك يا حبيبي، اللهم صل على النبي. هنطلع هنا البروكلي بتاعنا، لا انا عايزك تجيب الصوره الحلوه من الفرن، يعني بص اشجيني بقى مش لما اتعب تكافئني ولا ايه رايك؟ اه هو ده، ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه الحلاوه من جوه الفرن؟ احنا بيهمنا الكرين ممكن يخش جوه الفرن ويطلع سليم صخ سليم. العب. اه بروكلي جراتان بنسبه كام يا عم الشيف؟ الاكله دي هيلسي بنسبه مرحله اولى من التنسيق يعني 80%. حلو الكلام، انا بتكلم بالاسلوب ده علشان البنات الحلوين اللي بيتابعوني ما ينسوش المعلومه دي. اه بصلايه خدت لون مع تومه مع زيت زيتون، اللهم صل على النبي. ننزل بيه يا عم الشيف، ننزل بالطحينه. يا ويلي، ايه ده؟ ايه الانسجام ده؟ ايه الطعم ده؟ اه بذور السمسم تدينا طحينه، زيت السمسم. اه ننزل بالطحينه كلها. اه تخليش حاجه ونقلب التقليبه اللطيفه دي كده. اه ده الطعم هنا حكايه مدرسه. اه معانا من الماء المغلي قليل نفس الطريقه بتاعت امبارح. يلا
يلا كمان واحدة ونقلب، كمان واحدة ونقلب. هو ده، اللهم صل على النبي. الله الله على الريحه الحلوه، الله على الجمال. انت وفي حاله الغليان والجمال الحلو اللي انا شايفه ده كده، انزل بدبس الرمان. يا ويلي على الانسجام، دبس رمان وطحينه. ايه الدلع ده، ايه الدلع ده، ايه الدلع ده. الصوص ده تعمليه وتكتبي مكوناته وتفاصيله، وتكتبي من فضلك كده فوق الشيف الموازي. اللهم صل على النبي. قلب. دي توابلها يا عم الشيف. حذاري بقى هنا، تحطي لي كمون ازعل منك، تحطي لي كزبره ازعل منك. ده دبس الرمان لطيف وجميل، لازم نحافظ على شخصيته. بهاراتنا ملح وفلفل وشويه بابريكا. هاخد معلقه للامانه كده، معلقه معجون طماطم او فلفله حلوه. طالما حطيت معلقه معجون طماطم يبقى لازم احط معلقه سكر علشان نتلاشى مشاكل الحموضه، واشيل دول من هنا. مدرسه المغازي بتقول لعمل الطحينه اضافه التوم الني عشان يديني طعم. ادي معلقه توم نيه. تفرق دي يا عم الشيف، ها؟ التوم الني مع الصلصه دي تفرق. طب لو سوينا التوم، خدنا سكه بقى الطشه بتاعت الملوخيه وطشه الفته. انا مش عايز الجو ده كده، عايز التوم لما يغلي جوه الصلصه دي اشم ريحته كده مع دبس الرمان، يبقى طعمه لطيف وجميل. كده الصلصه بتاعتي دي جاهزه، هتبلها بملح وفلفل. طبعا احنا امبارح شفنا مع بعض اللحمه المفرومه عملناها ازاي، اللي هي داوود باشا دي في الصينيه معانا اهي زي الفل. اللهم صل على النبي. سخنها كده على النار عشان عايز البهريز اللي نازل من اللحمه ده اخده يشارك معانا في الصلصه بتاعتي. خلي بالك بتشوي لحمه، بتشوي فراخ، بينزل شويه بيون، شويه البيون او البهريز اللي بينزل من اللحمه او الفراخ ونتيجه تحميره في طاسه او بكاته، ده مهم جدا في عمل الصلصه. بيدعم الصلصه، بيدعم الطعم، بيخلي الفليفر لطيف يا نعم. اعمل ايه؟ حلو اهو، حاضر عيني. حلو الكلام. عندنا اللحمه المفرومه زي الفل، مهم جدا بالشكل ده كده. ادي الصلصه، اللطافه هنا، والصلصه بتاعتنا الحلوه كده نبص عليها. شفت الغليان ده؟ شفت القوام ده؟ اوعي تحط دقيق او تحط نشا، خلي بالك. الله، اللحمه. شفت بقى شويه البهريز دول؟ شفت شويه البهريز اللي نازلين من اللحمه دول؟ انا عايزهم دول. انا خدتهم ننزل بهم كده. ده البهريز اللي نزل من اللحمه. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. ده الإدام بهريز. ينزل يشارك في الصلصه بتاعتي دي. خلي بالك السر تكوير اللحمه دي، وان اللحمه ما تفكش منك في قلب الصلصه زي ما شفنا مع بعض. معلقتين دي، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ تغلي كده في قلبيها، هتاكل الصوص ده وتسيب اللحمة للضيوف. اعمليها النهاردة لأولادك، مش هتخسرك حاجة. نص كيلو لحمة مفروم، دسمة عالية دسمة مش عالية بقى مش مشكلة، حسب الحالة الصحية يعني. بس يفضل طبعا نسبة دهون 20%. إذا مش هتعمليها هيلسي، هتعمليها هيلسي ما تجيبيش فيها دسمة خالص. شفتي غرقت ازاي؟ غرقانه هنا، لسه ما خلصتش. تصبر على رزقك، تاخد حاجه حلوه. مكان تحمير اللحمه يا عم الشيف زي ما هي كده في الطاسه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي على المطبخ. هو ده هو ده هو ده هو ده. انا عايز دول، عايز دول، مش هتنازل عنهم. اوف اوف اوف، زي ما هي كده. اسيبهم يغلوا شويه. حلو الكلام. وباخد الصلصه اللطيفه دي كده. سامعين الصوت الحلو ده كده؟ يلا يلا اوبا، خلص الكلام. اكله لطيفه وحلوه، يا ريت تعمليها لاولادك النهارده. احنا بنهزر يا غالي ولا ايه؟ بيقول لي اللحمه دي ما تفكش في الصلصه. تفك معاك انت لو هتعملها، انما معايا انا لا ما تفكش. هتقولي ليه؟
شطاره؟ لا مش شطاره، خبره طهويه. لازم تفهم المطبخ. معلقتين الدقيق مع اضافه اللحم والتوابل والبصل وتقلبهم جيدا كده اهو بالشكل ده كده، بتخلي لها شخصيتها وتقلبها زي ما انت عايز. تجيب جوان كمان. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ طب نغرف الطبق ده ازاي؟ هنغرف الطبق ده ونطلع فاصل بعد اذن حضراتكم. نغرف الطبق ده ازاي؟ سير فيه زي ده كده حلو، عدلها رز ابيض يا مغازي، بناخدها كده اللهم صل على النبي، وادي رز ابيض معانا. ينفع رز بالشعريه؟ ينفع. ينفع رز ابيض بسمتي؟ ينفع، زي ما انت عايزه، مش عايز اقيدك مع حاجه معينه. لا ما ينفعش مكرونه، دي عدلها رز. القلب الصغير لا يتحمل. الله، الف هنا وشفها. اصبحت السفره بتاعتي بتناسب الاطفال وكبار السن وكل افراد الاسره، الصغير والكبير والكبير والصغير. داوود باشا مدرسة المغازي نسبة دسامة تقريبا نقول 50%. حتة اللحمة هبرة معانا من امبارح للأمانة، فيها شوية دسامة عشان طبعا المصداقية شعارنا. الصوص بتاعنا اللي هو دبس الرمان ما فيهوش أي دسامة خالص، ما حطيتش زبدة، كنت امبارح عامله بالزبدة. أكلم الصدقة، خلي اوعى تداري الرز، خلي الرز المصري كده بجماله باين في قلب الطبق. ما تخليهاش كلها صلصه. ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيخ؟ بالله عليك الطبق ده يستاهل ايه؟ يستاهل تحيه كبيره ولا لا؟ قول لي قول لي ولا تخبيش يا زين، اشتقول العين للعين. نطلع فاصل يا شباب؟ حابين نطلع فاصل ولا نكمل؟ طيب خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير بناء على التعليمات، ونرجع بعد الفاصل يا مغازي نشوف مع بعض ازاي نعمل سلطه الطماطم بزيت الزيتون والثوم هيلسي، ومعانا بطاطا حلوه نعملها بجوز الهند للاطفال الحلوين والامهات. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الحلوه. معانا داوود باشا مدرسه المغازي مع دبس الرمان، والصوره الحلوه دايما تتحدث عن نفسها وتعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى. معانا بروكلي هيلسي، دايما عنوان اي صيدليه او الدكتور تغذيه او العيادات التغذيه، البروكلي، الكرفس، الكرومب، الحاجات دي كلها. احنا استخدمنا البروكلي النهارده بطريقه لطيفه، عملناه جلتان مع جبنه، الجبنه الشيدر هنا سيد الموقف، البروكلي واخد لون وخضار وجمال. معانا وايت صوص، نشوف مع بعض مقادير البطاطا الحلوه بجوز الهند. الشيف المغازي هيعملها ازاي؟ معانا بطاطا حلوه، معانا جوز الهند، سكر، فانيليا، تاني بطاطا حلوه اتسلقت مسبقا بالقشره، والبطاطا هنا قبل السلق معانا زي الفل اهيت من خير ارضنا. بطاطا يعني كربوهيدرات، يعني نشويات، يعني سكريات. بيقولوا لي دي تتعمل هيلثي، طبعا البطاطا مفيش مشكله منها خالص، بالعكس البطاطا كلها معادن، كلها كالسيوم، كلها حديد، قيمه غذائيه عاليه جدا، كربوهيدرات للرياضيين بالذات قيمتها الغذائيه. والبطاطا الحلوه الحمراء بتاعتنا بالذات بتاعت خير ارضنا لطيفه وزي الفل. بتغسليها كويس وبعدين تسلقيها بالقشره بتاعتها وتسيبيها لما تبرد وبعدين تقشريها، دي طريقه. الطريقه الثانيه تشويها، بعد ما تشويها بالقشره كالعاده في الفرن بتشيل القشره وتسيبها لما تبرد، تهرسيها تبقى معانا بالشكل ده كده. معانا جوز الهند، ومعانا سكر وفانيليا وحليب مخلوط بالنشا. حلو الكلام؟ شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. هنعملها كور كده تبقى لطيفه وجميله، هتعجبك قوي على فكره. طاسه على النار شديده الحراره. طاسه على النار شديده الحراره. لو انا مش هعملها هيلسي للامانه يعني، هتاخد كريمه لباني وتاخد زبده. يعني لو انا بعملها عادي خالص كده من غير ما يكون الاكل صحي عندي، انا هضيف لها كريمه لباني وزبده. انا مش هحط لها لا كريمه لباني ولا زبده النهارده، هعتمد على شويه الحليب
من اي سوبر ماركت فيهم نسبه الدسامه قليله، ومعانا جوز الهند والسكر بتاعنا، ممكن نحط سكر فواكه او سكر بني او نحط عسل حسب الرغبه، وعشان خاطر حضراتكم مش هحط سكر خالص. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هننزل بالحليب مع النشا كده، هيديني قوام لطيف وجميل. ركز عشان الموضوع هنا فيه خبره طهويه شويه هتعجبك قوي. على فكره الحليب هيغلي مع النشا، بحط عليه للامانه شويه فانيليا. الله، ريحه الفانيليا وهي نازله بتقول انا رز بلبن. حلو الكلام. هيديني قوام. انزل بشويه جوز الهند الناعمه عندي تدوب مع الحليب، تدوب. حلو، ونقلب. بدأ القوام يشد معايا ازاي؟ بصوا عليه كده. خلاص المضرب هنا ملوش عوزة. تتدخل الايه؟ الاسباتيولا بتاعتي دي. حلو، ركزي معايا وتسيب ده كده. بص القوام ده كده، بص بص على الحلاوة. فرسان التلفزيون المصري، اساتذة المصورين حبايب، جوز الهند هنا دابت مع المهلبية اللي هي حليب ونشا وفانيليا. عايزة تحط عسل حطي، عايزة تحط سكر حطي، بس أنا بعملها هيلسي مش هحط سكر أنا. واخدها أخليها على جنب. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ونجيب كسرولة لطيفة وجميلة كده، عشان عايزين نعمل الحلو ده للسادة المشاهدين كده بتكنيك عالي من الخبرة. اللهم صل على النبي. وناخد الكسرولة دي كده نحطها، ناخد الجمال والحلاوة دي كده هنا. الله، هو ده هو ده الحلو ده. اعمليه لولادك، للرياضيين. خلي بالك وما تسيبهاش تغلى على النار كتير عشان ما تشيطش منك. شايف ريحة الفانيليا؟ شمين معايا الأستاذ المصورين حبايبي، ريحة طعم الفانيليا طالعة حكاية. خلي بالك. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هننزل بالبطاطا الحلوة. البطاطا البطاطا يا عيني عالبطاطا. مين بيغنيها دي يا فاروق؟ مين غناها تاني ولا اقول لك؟ انا قلت غير البطاطا. حبيبي يا فاروق. طبعا كل الساده المشاهدين دلوقتي بيقولوا ايه الحلاوه دي يا عم، ايه الجمال ده؟ اخدها زي ما هي كده، اكورها وادحرجها في جوز الهند. الفنانة القديرة رحمة الله عليها صباح. طبعا البساطة ولا البطاطا؟ انت ما تورطنيش بقى، الله يرضى عليك. هتخش على السوشيال ميديا شيف المغازي غلط في حق البطاطا، واحنا اهلنا البطاطا وجبنا البطاطا. خلي بالك احنا مش فاضيين غير للبطاطا. هناخد مع بعض كده ايه؟ تعالوا مع بعض جوز الهند. زي الفل. نجيب طبق التقديم. الله عليك، طبق لطيف كده وزي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه؟ عندنا شوية قرفة ناعمين، وعندنا شوية سكر بودر ناعمين، بنحطهم هنا كده. أنا عايزك تبدعي بأقل تكلفة. مش عايز أنا ضد إن اللي إيه؟ بص بقى يا حبيبي، هعمل لك النهاردة عزومة جامدة جدا. بص يا حبيبي، خليك تنسى أكل أمك وأكل حماتك وأكل دنيتك كلها، وأنا بس يا حبيبي والدنيا. وتيجي الست نازله على اي سوبر ماركت فاتوره مش 3 4000 جنيه في الاخر، هتلاقي فخده ديك رومي مثلا يعني كبيره، او شويه بفتيك والسفره بتاعتي. طب ده ينفع؟ بالعكس، انا عايزك قرفه، جوز الهند، سكر. والله العظيم هنعمل سفره النهارده، تبقى الحاجه في الثلاجه ورايحين جايبين حاجات. بزعل انا. الله، خد حرجة هنا كده واحطها هنا كده. دي طبعا سخنه شويه، لما تبرد بقى تاكل صوابع كره. تاني. وغيرنا شكل البطاطا اللي احنا متعودين عليه من ايد امهاتنا. طبعا ربنا يديهم الصحه ويبارك لنا فيهم ويبارك لنا فيهم واللي توفاهم الله، ربنا يرحمهم. البطاطا المشويه اللي بتطلع من الفرن حاجه جديده. ويا سلام لو عندك ايس كريم فانيليا وتطلعيه من الثلاجه، بوله ايس كريم مع بوله بطاطا، دي هتدعي له طول ما انت بتاكلي فيها. حاجه جديده. وحقوق الطبع
لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. حلو، بس كده بقتش رجيم يا أستاذة رحاب. بقول ممكن نضيف سوداني كده. هنا بقى في أكلة مشهورة اسمها إيه؟ حاجة كده بيسموها اللي هي معاها مكسرات كتيرة دي، سد الحنك بيسموها. تخش معاها مكسرات، بس دي مش تبقى لطيفة يعني. بس احنا ممكن للأمانة يعني اللي حابب المكسرات يحط عليها شوية فستق حلبي أو كاجو. واضح إنك واخدة بتاع دي مكافأة. كاجو، جوز الهند، عين جمل، زي ما انتوا عايزين يعني. بس هو افضل حاجه البطاطا الحلوه يتحط معاها فستق حلبي. حلو، زي الفل. ما تنفعش جوز الهند الخشنه. دايما فاروق يجيب لي التايهه، بيقول لي في جوز الهند في السوبر ماركت خشنه، ينفع انا ادحرجها في الخشنه؟ لا، لازم تكون ناعمه، عشان الخشنه ممكن تعور سناننا. نعمل صف تاني بس وخلص، عشان عندي سلطه لازم اعملها. خلي بالكم يعني، انا لو قاعد كده الصبح فطرت اتنين تلاته من دولت مع كوبايه قهوه كوبايه شاي، فطرنا وزي الفل. كربوهيدرات كلنا، نشويات كلنا، بروتين كلنا. هتقولي البروتين فين هنا بقى؟ الفزلكه هنا بقى، ونقول بقى الفلسفه. البروتين موجود في الحليب قليل الدسام. ما نفحص الاكله كده ونخش جواها وجوه الماتيريال بتاعها. دايما بتعملي اي اكله كأنك بتكتبي موضوع تعبير زي زمان كده، تشرحيه كويس مع نفسك. الأكلة دي مكوناتها إيه؟ حليب، يبقى فيه بروتين، بروتين حيواني. الأكلة دي فيها بيض، يبقى فيها بروتين حيواني. الأكلة دي فيها مشروم، يبقى بروتين نباتي. الأكلة دي فيها حمص الشام، يبقى بروتين نباتي. الأكلة دي فيها بطاطا وبطاطس، يبقى كربوهيدرات ونشويات. الأكلة دي فيها بسلة، يبقى بوتاسيوم ومعادن. الغلة دي، الأكلة دي فيها سبارخ، يبقى حديد، وهكذا. اخر واحده معلش، يلا زي بعض. تمام، الف انا وشيفا للي ياكل. طبعا الكميه دي هنكملها مع بعض عشان نعزم عليه ايه حبايبنا وقرايبنا. تعالوا شوفوا مع بعض مقادير سلطه الطماطم بزيت الزيتون والثوم. صحيه؟ تغنينا عن الطبق الترشي؟ نوع من انواع المقبلات على السفره بتاعتي بمحتوياتها؟ تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. مهم جدا على فكره، رش الترفة كده. المقادير على الهواء: طماطم شير صغيرة موجودة عند الفكهاني دلوقتي في أي مكان، كنا الأمان زمان نشوفها في الصورة بس كده، دلوقتي موجود كل حاجة، موجود الفلفل الألوان والطماطم الشيري والحاجات الحلوة اللي عينك كلها بتحبها. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض إزاي. مقادير بسيطة وسهلة: زيت زيتون، ثوم، عصير ليمون، كل مكوناتها هيلث، مفيهاش أي مشكلة خالص. والطماطم دي فيها ميزه، فيها نسبه سكريات شويه بنت عم الفراوله. حلو الكلام. انا طبعا من قبل ما نطلع الهواء مسكت الطماطم دي كلها بمساعده المساعدين بتوعي، طبعا بوجه لهم تحيه وشكر. قطعتها انصاص صغيره. طب هتقولي دي مش موجوده يا شيف مغازي وانت راجل صارف بالعكس والله العظيم رخيصه، الكيلو كله على بعضه ب 30 جنيه. خلي بالكم، بتجيب الطماطم الكبيره. برضه اللي قاعد بيتساءل دلوقتي يعني، وقاعد ممكن يقول لك شوف المغازي بيكلف، بالعكس والله كل الكلام اللي انا عامله النهارده ثلاثة تعريفه. تجيب الطماطم اللي زي الفل دي معانا، وتحط ميه مغليه على النار فيها قليل من الملح وعصره ليمون، تغلي الميه، بتفتح الطماطمايه من هنا وتحطها في الميه لمده دقيقه، تعد لغايه 10، شيليها تلاقي القشره طلعت لوحديها، تاخديها تتعاملي معاها زي ما انا بتعامل دلوقتي. حلو الكلام، دي بديله، او مش عايزه تشيل القشره اختياري، بس يفضل تشيل القشره. حلو الكلام، هنخليها على جنب عشان نتذكرها. تعالوا نعمل السلطه دي كده مع بعض بسرعه واحنا شغالين مع بعض كده. اللهم صل على النبي. هنعمل الصلصه الاول او الدريسنج بتاعها، نعمله مع بعض ازاي. زيت زيتون، الله، زيت زيتون هيلسي، قللي شويه مش مشكله، بتعملي دايت قللي شويه. هنحط شويه فلفل اسود، شويه سماق، الله، الطماطم دي هتحبيها على فكره، أنا بعشق الكمون مع الطماطم دي، زي الفل. سنة بابريكا حلوة، تتبيلة كده حلوة. حلو الكلام؟ قليل من الخل، حسب، تفاحة وأبيض يعني مش مشكلة، ما تكترش من الخل كتير، أنا شخصيا مش بحبه كتير في السلطة.
معانا التوم، معانا سنة شبت صغيرة، حلو، شوية توم حلوين، والتوم يكون مفروم ناعم زي الفل يا عم الشيف. والله انت ابن حلال، ده انت مركز قوي بقى، بيقول لي الناس الملحش. فأنا بيعجبني المخرج أو يعني الصديق اللي يكون معايا بجد والله العظيم، يعني قال لي يا شيف انت ما حطيتش ملح، أنا كنت ناسي الملح، أنا قلب دول كلهم مع بعض. فين عصير الليمون؟ عصير الليمون معايا اهو. تركيبة كده يعني خلطة. عايزة تستغني عن حاجة من دول مفيش مشكلة. المطبخ له قاعدة وله دستور. اه. شفت الخلطة دي؟ اهو. زيت زيتون، عصير ليمون، توم طازة، سماء، بابريكا، ملح وفلفل، قليل من الخل. أنا حبيت أحط خل أبيض لأن خل التفاح بيخطف الأنظار، مش عايزه. اخد الطماطم الحلوه دي كده اهي. عايزه تاكل الطماطم دي وتدعي لي؟ سيبها في الصلصه دي ساعتين زمن. هتخليكي تاكلي اي اكل موجود على السفره. مقبلات، فواتح شهيه. حاجات اباتايزر كده موجوده يعني على السفره. زي الفل يا عم الشيف. نشيل ده كده. نقلبها. في اضافات بقى. ايه هي بقى؟ بقدونس مفروم ناعم، حبين البقدونس. كزبره خضراء مع الطماطم اه تبقى زي الفل. جرجير مفروم ناعم تبقى زي الفل، اختياري. اه. البقدونس مفيد جدا. خلي بالك اه. السلطه لطيفه وجميله ازاي؟ آه. يا سلام، قولي في سرك. يا سلام، قولي في سرك لو عندك شوية إيه بقى؟ برغل ناعمين أو كنوة. الكنوة اللي إحنا عارفينها شبه البرغل. تسلقيها، تسيبها لما تبرد، خليها في التلاجة مع سلطة زي دي كده، طعميها. عندك برغل مغسول بتاع التبولة، طعميها وهكذا. حلو الكلام؟ أنا بقول لك أفكار وأنت حرة بعد كده يعني. معانا كسرولة زي دي كده، طبق التقديم يعني، خس كابوتش حلو. دايما بسمي طبق السلطه هو اللوحه الفنيه اللي بيعبر عن حب الست او الام او الاخت او البنوته الحلوه للمطبخ. طبق السلطه تقطيعها له، اهتمامها بغسيل الخضار، اهتمامها بتقديم الخضار اللي هو جات الخضره. خلي بالك نعمين. حلو الكلام. انا مش عارف بس يلا. والله حاضر يا فندم. نغرف السلطه بالشكل ده كده. حلو، ادي الطماطم بالشكل ده كده. ايه رايك في الصوره الحلوه دي يا فاروق؟ ها؟ بالله عليك. اه السلطه دي فتح الشهيه، حاجه لطيفه. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتيره، فيها معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله، ولكن خدتنا لمدرسه المطبخ الصحي. بدأنا بداوود باشا، عملناه مع دبس الرمان، عملنا البروكلي الجميل مع الجبنه الشيدر مدرسه تانية خالص، عملنا حلو لطيف وجميل اللي هي البطاطا الحلوه بجوز الهند. طبق السلطه على السفره دايما بيكون هو سيد السفره وهو الكينج اللي موجود على السفره بمحتوياته. رؤيه فن ابداع اكل صحي بنشوفه يوم في الاسبوع. الكلام ده منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.